صباح الخير. دمني لايف لكن ما لايف توثيقي لإبداعات ثورية بعد وجز القيادة العامة ربنا تقبل فيها شهدانا، ولا توثيق لمواكبنا في الاعتصام، لأنه أنا قبل المواكب كانت قبل الاعتصام ما كنت بصور، كنت بتحرك بدون تلفون بدون أي بطاقة هوية عشان لو احتغلتها ما يقدر يوصل الناس دائرة معارف. يعني اللايف ده فكرته مختلفة شوية، حاجة رومانسية لو جاز التعبير. طيب ده كوبري النيل الأزرق، عفوا النيل الأبيض، بربط بين درمان والخرطوم. الكوبري ده قديم شديد من زمن الإنجليز، الرواية بتقول إنه هو كان في الهند دور التاج البريطاني، وبعدين أخذته المملكة العظمى وجابته هنا للسودان زي كوبري شمبات بالجهة الثانية برضو. بس عجبني المنظر، قلت أشوف النيل من الصباح بكون عامل كيف. في الحتات دي كانت حياة ولسه في حياة، الثروة السمكية، الزراعة على ضفاف النيل الأبيض، النيل الأبيض الهادر. النيل الأبيض العظيم هناك ملتقى النيلين، حتلاقي النيل الأزرق مع النيل الأبيض. سلاح الطبي دي حب. هنا في حياة حلوة جدا المنطقة دي، كان الواحد مفروض يحضر الشروق لكن بس ارتباطات مكتب والشغل يبقى الموضوع صعب. ما بنلقى زمن نشوف النيل ده من الكوبري بتاع النيل الأبيض كتير. يا جدو صباح النور، منور شديد جدا يا حبيبنا، صباحك باهي يا طلتك، تسلم يا جدو. وين انت يا حبيب؟ صباحك مشرق وزي كلماتك الجميلة دي، صباح جميل. إيهاب شرفي صباح الخير يا صديق، صباح الخير يا حبيبنا، عامل كيف؟ فدي الساعات الأخيرة اللي بيمرق فيها آخر، والشروق بدأ تقريبا يعني آخر ساعات الليل بدأت الصباح. نهاية يوم وبداية يوم، إن شاء الله يكون يومكم سعيد ولذيذ. بس يعني هو لايف كده رومانسي لحد ما. مديح الطار، انا احب جدا المديح البطار لانه هو ده شكل المديح اللي تعودت عليه، اللي بيكون بالمزيكا ده بيكون اقرب للغنى منه للمديح. الحبر من المادحين المجيدين جدا. مع سعيد مدحم ولا لا؟ مش مع السلطة.
المنطقة التجارية في المقرن. طيب بعد اقل من اسبوعين حنستقبل سنه جديده، انا بتمنى تكون سنه سعيده على وطننا وتعيد علينا ذكرى الاستقلال دي وذكرى 13 يوليو ثوره ديسمبر المجيده، وقبلها طبعا اعلان استقلال البرلمان هيلتون المعالم الجميلة في الخرطوم بعد ما اسمه كورال ونزل من النجوم الكثيرة بتاعته. كنت بقول انه ربنا عيد علينا ذكرى الاستقلال دي وثورتنا شامخة محققة اهدافها، وحيكون استقلال طعم مختلف طبعا الاحتفال يعني قصدي بدون المخلوع عمر بشير والطوم القميئة تحته دي. بطولهم جد يعني. فكده خلوا احتفالنا مختلف وبيعبر عننا كسودانيين، سودانيين قبل 30 سنة من البلد خلوها مصر مختلف يعني. خلونا نتلاقى ونسلم على بعض ونحضن بعض ونعبر عن احتفالنا، نلبس الأعلام القديمة والجديدة نرفرف بيها، وأكيد في فرحتنا دي ما حننسى شهدانا في ثورة ديسمبر وشهداء الاستغلال، شهداء ثورة 24 فضيل عبد الفضيل الماز، عبد الفضيل الماز عشان يوقفوا الرشاش بتاعه ويدفع الرشاش بتاعه هدوا فيه وحط المستشفى اللي كان متكل عليه. الكلام كثير بس انا وصلت المكتب. نتلاقى ان شاء الله في لايف تاني، نتلاقى في لايف تاني ان شاء الله. حيدر فنوب منور يا راكز، كيف يا حيدر؟ ازيك؟ صباح الخير، عامل كيف الامور؟ كيف البدل باردة معاكم يعني؟ بقى عندنا فرع هناك معاكم احمد وسيبة عمر. نتلاقى تاني في لايف تاني ان شاء الله. شاكر لكم حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.